ففعلا عقبها دخلت الجامعة مرة ثانية، آه ما شاء جامعة الله. ان واي يو، وكنت أول كويتية تدرس هذا التخصص في نيويورك سنة 2005، ايه وبديت هناك وانتهيت منه تقريبا سنة ونص، تخرجت 2007 almost. والحمد لله يعني الخطوة الثانية اني بعد ما طلعت من هذا التخصص حسيت ان هذا الناتشرال جوب مالي، ارتحتي فيه؟ اي يعني كنت احس بسعادة لما اساعد احد بس للتغيير. قبل لا توصلي له يعني كنتي مجربة أكثر من شيء، اي مجالات مختلفة، جربت أشياء وايد وحضرت محاضرات مختلفة. فالمفروض الإنسان عشان يعني يعرف شنو هو يحب لازم أصلا يجرب. لازم يجرب. شوفي أنا بقولك، الفضول اي وين فضولك يوديك؟ ساعات تقول حق الناس دوروا يور باشن، شوفوا وين يور باشن، ما يدرون ما شو. ندري شنو الباشن. صح، أسهل طريقة إنك أنت تلحق فضولك. أيوه. وين يوديك هالفضول؟ الحدس تقريبا، الفضول والحدس. صح، في صوت خفي. صح، في صوتين احنا دائما الناس تعاني منهم. أوكي. ولا يفهمون شنو هما. في صوت قوي وكبير وساعات يزعج ولا يخليك تسوين شيء، هذا الخوف. أيوه. خوف من التجربة، هذا نتجنبه، هذا تجنبين. لكن في صوت ناعم حلو مطمئن، هذا مطمئن، هذا يدفعك الأشياء الحلوة. go for it. الحمد لله أنا يعني كان صوت الداخلي كنت أسمع الحمد لله.